السلام عليكم، حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: بغداد في زمن حكم الميليشيات. مشاهدينا، ننتظر مشاركات حضراتكم من خلال أرقام هواتفنا اللي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتساب اللي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية، واللي راح نقراها إن شاء الله في هذه الحلقة لإبداء الرأي والتعليق والإجابة أيضا على التساؤلات اللي راح نطرحها اليوم. طبعا مشاهدينا، راح نناقش حال العاصمة العراقية بغداد بعد مرور 20 سنة من حكم الأحزاب اللي شكلت الحكومات المتعاقبة واللي قادت هذه المدينة اللي كانت قبلة العلم ومنارة العالم وحاضرة الدنيا إلى أن تتحول إلى واحدة من أسوأ مدن العالم للعيش، ومن أخطر المدن على حياة الإنسان، وأسوأ المدن لممارسة الأنشطة الاقتصادية، وأكثر مدن العالم تلوثا، وأكثر مدن العالم اختناقا مروريا، وأكثر هذه المدن والعواصم فسادا، وفيها أسوأ الأنظمة الصحية على مستوى العالم، ومدارسها فاشلة، ومجتمعها محبط وحزين، والغلاء يفاقم من معاناتهم، والعقارات من أفضل العقارات فيها أغلى من أفضل مدن العالم، والقائمة طبعا لا تنتهي. هذا الكلام اللي تكلمت به الآن على بغداد الحالية هو ليس كلامي، ولم يكن مبالغة في الطرح، هذا كان جزء من دراسات من قبل مؤسسات دولية، راح نعرض بالتفاصيل التقارير اللي أوردتها هذه المؤسسات وأخرجتها للعلن، وذكرت فيها وخصت بغداد بالذكر بهذه التفاصيل. ننتظر مشاركاتكم مشاهدينا الكرام للإجابة على تساؤلاتنا بخصوص حال بغداد في زمن حكم الأحزاب والميليشيات. شلون توصفون بغداد من كل النواحي؟ وهل بناء المولات والمطاعم والكافيهات والمقاهي يعكس النمو والتطور، أم يغطي على الفشل في بناء المشاريع الخدمية والنهوض بالبنية التحتية وهو الأهم؟ بداية مشاهدينا، خلونا نشوف بالأرقام وبالتقارير بغداد في عيون العالم كيف يصفونها في تقاريرهم، وكيف ورد اسم هاي العاصمة بعد مرور 20 سنة من حكم هذه الأحزاب في تقارير المؤسسات الدولية المعنية برصد جودة المعيشة، جودة التعليم، النظام الصحي، حالة الطرق، البنية التحتية، أيضا قضية الازدحامات المرورية والاختناقات. كثير من التصنيفات اللي وردت فيها بغداد كأسوأ المدن على مستوى العالم. خلونا نشوف ونرجع لنكمل. Thank you.
شفتوا تابعتوا مشاهدينا الكرام هاي الكوارث اللي حلت ببغداد في زمن حكم هاي الميليشيات والأحزاب، الإطار التنسيقي بشكل أخص وبقية الأحزاب اللي استفادت وسرقت ودمرت هذا البلد طيلة 20 سنة. السبب في طرح هذا الموضوع طبعا مشاهدينا الكرام هو أكو مغالطات دا تصير وأكو محاولة للتعتيم على الحقيقة الموجودة في داخل العراق عن طريق البعض المنتفعين المطبلين، سميهم سموهم ما شئتم، لكن أكو نقطة خطيرة للغاية وهي محاولة تصدير بغداد وتصدير الحال في العراق على أنه الحياة وردية والأمور تمام والعراقيين مرفهين والوضع الاقتصادي تمام والأمني أحسن، وهذا يحاولون يصدرون هذه الأفكار إلى المجتمعات المحيطة بنا إلى العالم في سبيل إيهام المجتمع الدولي أن العراق بخير والعراقيين بحالة أفضل من بلدهم. خلونا نشوف بس نقطة، طبعا أحد الصحفيين الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي نشر قبل بضعة أيام منشور في موقع إكس تحدث فيه عن أحد الأصدقاء اللي عنده، وهو مثل ما قال هو ممثل عراقي معروف، يقول حقرأ لكم النص اللي ذكر أحد الصحفيين كما قلنا في موقع إكس، وراح نقرأ عليه التعليقات اللي وردت من بعض العراقيين اللي متفاعلين مع هكذا قضية، وأنا أنتظر أيضا مشاركاتكم مشاهدينا الكرام لإبداء الرأي بشأن حال بغداد. هل بغداد اليوم الحياة بها وردية؟ هل بغداد صارت أحسن من عواصم أخرى ومن مدن أخرى يضرب بها المثل بالنظافة والأمان والاستقرار والاقتصاد المتطور والنمو العمراني وغيرها؟ خلونا نشوف بالبداية الموضوع شنو. هذا الصحفي يقول عندي صديق ممثل عراقي معروف، تمام، راح لبغداد وبقى في بغداد مدة 3 أشهر ورجع. يقول سألت شلون بغداد وشلون الناس في بغداد، قال بغداد حلوة وآمنة والناس تسهر للصبح في المطاعم والمقاهي والنوادي. ويقول هذا الشخص يتكلم عن العمران ويقول بغداد صايرة تشبه دبي بالنص، بغداد صايرة تشبه دبي، ويقول على المستوى المعيشي كل شيء رخيص، شقة إيجار بالكرادة $400 بالشهر، الأكل كلش رخيص، أجور النقل، الملابس، العطور، أجلكم الله الأحذية رخيصة. يقول أكو نشاط ثقافي متميز وأعمال فنية رائعة، الشباب ماخذين راحتهم بالملابس وبالتجمعات، ويومية يفتتح السوداني مشروع، تمام؟ ويقول الناس آمنة في عباداتها، عيسى بدينة وموسى بدينة، والدنيا ربيع والجو بديع وقفل لي على كل المواضيع، تمام؟ فهو يقول هذا الشخص الصحفي يقول من سمعت هذا الكلام خافق خافقي وهفى فؤادي وارتعشت فرائصي شوقا لبغداد. لعل ليش يكتبون أو يكتب الكاتبون ويحرض المغرضون ويقولون حكم العتاقة مو زين، ويقولون الأساطير عن السلب والنهب ولإمكانات ومقدرات الدولة وعن الفساد اللي وصل للهامة. صحيح كل واحد يرى الأمور بعين نفسه، ولكن هل صدق في كلامه معي؟ ويسأل رجاء قولوا لي. احنا أيضا نسأل العراقيين في الداخل ونسألكم مشاهدينا الكرام ونسأل كل من يشاهد هذا البرنامج من خلال شاشة قناة الرافدين إن كان في داخل العراق أو إن كان في خارج العراق وقد زار العراق مؤخرا، بغداد شلونها؟ بغداد أمان، نظافة، ترتيب، عمران، خدمات، بنية تحتية، عندنا هذه المقومات موجودة، ما عندنا مشاكل تتعلق بالمخدرات المنتشرة، ما عندنا مشاكل تتعلق بالعشائر وطلاباتها، ما عندنا مشاكل تتعلق بالميليشيات وخطرها وتهديدها لحياة الناس. هل ممارسة الأنشطة الاقتصادية بحرية في العراق؟ هل التعبير اليوم عن الرأي متاح للجميع وبكل أريحية؟ يعني أنت تقدر اليوم تنتقد أي شخص لمجرد أنه أنت شفته يمارس سلوك سيء، إن كان فاسد، مسؤول فاسد، شخص إلى رمزية معينة عند أصحابه وأتباعه، لكن أنت تشوفه هو قاتل ومجرم وتنتقده، ستشعر بالأمان لما ترجع إلى بيتك؟ احنا نريد نسأل هل بغداد نظيفة
مثل ما تقول التقارير هي من أكثر مدن العالم تلوثا، هل هذا الكلام صحيح؟ من الصادق في هذا الكلام؟ اللي عايشين بيها لو التقارير اللي دا ترصد الحالات ودا تقول بأنه هذا البلد مدمر وعاصمته واحدة من أسوأ مدن العالم. طبعا بالتعليقات اللي إجتي ونقرأ شيء بسيط ونكمل إن شاء الله مع حضراتكم في هذه الحلقة، أحد الأشخاص يقول، يعني باختصار حتى أيضا من طول، يقول أنا أقول الرد مالتي بكلمات بسيطة. يقول الأمن العسكري منتهك بسبب الميليشيات، الأمن الاقتصادي منتهك بسبب المكاتب الاقتصادية للميليشيات والأحزاب، الأمن القانوني ضائع بسبب فساد السلطة التشريعية، الأمن القضائي منتهك بسبب التسييس، الأمن الاجتماعي مفقود بسبب السياسات الطائفية وطمس القيم الأصيلة وبث سموم رجال الدين الأوغاد. يقول الأمن السياسي منعدم بسبب ديمقراطية الموز الأمريكية اللي افتقرت لأبسط مبادئ الديمقراطية، الأمن الثقافي منتهك بسبب سياسة الفرسنة الإيرانية ومسخ الهوية الثقافية للعراق، الأمن المائي وجفاف الأنهار وأمن الحدود وانتهاك حقوق العراق البرية والبحرية والجوية، أمن المواطن الشخصي المهدد بسبب انتقائية تطبيق القوانين وكثرة الجرائم وتجارة المخدرات. هاي واحد من التعليقات، راح نكمل ويا حضراتكم شوية شوية تمام، وراح نقرأ تعليقات وراح نعرض أيضا تقرير يبين جانب من جوانب بغداد، بغداد بعد 20 سنة من حكم هاي الأحزاب. أبو عمر من بغداد تفضل. حيا الله أستاذ محمد وتحياتي لقناة الرافدين والسادة المشاهدين الكرام. وعليكم السلام، حيا الله. حيا الله أستاذ محمد. طبعا السؤال مو بس إلي تسأله، وإنما كل عراقي أنه كان عايش يعني بالثمانينات أو بالسبعينات أو بالخمسينات، هذا الجواب راح يقول كان نفس اللي أنا راح أقوله. أستاذ محمد، يعني قبل كنا نعرف أبسط الأمور، كان اللي يعيش به الإنسان إذا كان بالقرى والأرياف، يعني بعيدا عن مدن، بعيدا عن المحافظات وبغداد، كان عايش، يعني نعرف كل المزارعين والفلح اللي كانوا عندنا عايشين على الزراعة وعلى التربية الحيوانية وتربية الأسماك والمواشي، وكان عندهم مستوصف، كان عندهم مدارس في القرى والأرياف، وتخرجت ناس كثيرة من قادة ودكاترة وعلماء وشعراء. طيب. ودباء. نعم، من الأرياف. نعم. والمدن اللي كانت عندنا، إذا كانت بغداد والمحافظات، الحمد لله أنه كان عندنا مدارس وكانت عندنا مستشفيات حكومية وكانت عندنا معامل. أبو عمر بلا زحمة عليك، أنا ما أريد العفو، ما أريد هم أقاطعك، بس أرجوك اختصر وادخل بصلب الموضوع. أي المهم أستاذ، فكانت الحياة يعني كلش طبيعية عندنا للمواطن العراقي، يجد فرص عمل. اليوم أنه بعد الاحتلال الأمريكي ودخول القوات، يعني نقول اللي غزت العراق والمؤسسات اللي جت من إيران والحرس الثوري والحكومة اللي كلهم أتباع إيران جاي تحكم العراق، دمرت العراق بعد ما كان أحسن وكان من معروف عليها أنه نعرف أنه شيخ زايد. طيب أنا بس يعني أنت ماشي أبو عمر، بس سؤال وأرجوك بإجابة مباشرة. نعم. حضرتك من بغداد اليوم، أكو نعم. أكو داخل بغداد وأكو من دول اللي هم المشاهير مع السوشيال ميديا واللي دي يحاولون يزيفون أيضا الحقائق، وعلى فكرة دول أيضا وسيلة وأداة تستخدمها الأحزاب. السؤال، أكو ناس تقول بغداد صارت تشبه دبي، هل اليوم الوضع في العراق وفي بغداد العاصمة صار يمكن مقارنته مع عواصم أو مع مدن في دول أخرى بها خدمات وبنية تحتية وغيرها؟ أستاذ محمد، ما ممكن أنه العراق يشبه دبي. طيب وين المدارس؟ وين المستشفيات؟ وين المصانع؟ وين البنى التحتية اللي دمرت واللي خربت؟ وين أموال العراق اللي صارت، اللي قاعد أكثر من 20 سنة ما نعرف وين راحت وإلى من راحت؟ وشنو اللي بنوه بالعراق من 2003 لحد الآن؟ هسه العراق مجرد بس يعني اللي هم الأحزاب السلطة نعرف. بناء المولات، بناء الكوفيات، أجلكم الله النوادي الليلية، هذه ناس هم ملتزميها قيادات وعصائب وميليشيات. يعني طيب. شكرا أبو عمر، أنا أشكرك أبو عمر، شكرا جزيلا.
أريد نسأل أيضا ضمن السؤال المطروح، وطالما يرى البعض بأنه يجوز أو تصح المقارنة ما بين بغداد وما بين دبي، طبعا دولة الإمارات اعتمدت النظام الإلكتروني في المعاملات بشكل عام، وأصبحت دبي وحالها حال بقية الإمارات أنه يعني تعمل بالنظام الإلكتروني النظام الرقمي، وأصبحت دولة لا ورقية، معاملاتها كلها إلكترونية. احنا نسأل بغداد اليوم للي يريد يراجع في أي دائرة حكومية معنية بالبطاقة الموحدة، تجديد جواز السفر، معاملات تتعلق بالمرور أو تتعلق بالعقارات أو غيرها، الآلية اللي دي يدخلون بها المراجعين إلى دوائر الدولة، هل هي آلية آدمية؟ هل بها المواصفات والشروط الصحيحة؟ هل مؤسسات الدولة داخل بغداد يمكن أن تقارن بمؤسسات الدولة المحترمة في بلدان أخرى ودول أخرى؟ أبو زينب من النجف تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا تعقيبا على الأخ السابق اللي قال أو سألته، قلت له أنه يقولون بغداد مثل دبي. نعم، هي صحيح بغداد مثل دبي بس على بطانة. يعني أتذكر وهذا كتبته أنا مرة مقال في مجلة معينة. نعم. قلت رحم الله الشيخ زايد سنة 70 عندما قال أتمنى أن تصبح دبي مثل بغداد، ونحن الآن نقول نتمنى أن تصبح بغداد مثل دبي. يعني بغداد كان يشار لها بالبنان، هي عاصمتنا يعني. نعم. عاصمة بلدنا. أنا يعني صحيح مو من بغداد، ولكن عاصمتي واللي درست بيها وتخرجت بيها بالكلية. نعم. وعملت بيها فترة. بغداد لكل العراقيين، لكل أبنائها يا أبو. لا هي كل إنسان عاصمته يعني هي الرمز مالته. نعم. فالآن يعني ما مع شديد الأسف لما تدخل بغداد كلها أنقاب وأزبال وروائح كريهة وعطنة. تدخل بابل، يعني هاي بابل الحضارة وبابل الكذا والتاريخ، يعني أوسخ مدينة بالعالم. تجي النجف، الأرصفة والأحياء والفضلات. الفضلات احنا نسميها، العفو. يعني الأماكن غير المسكونة غير المبنية. أبو زينب أكو اللي يربط التطور العمراني ويربط النهضة العمرانية والنهضة الاقتصادية لكل بلد. بالعراق المفاهيم صارت مغلوطة عند البعض، وشافوا بأن بناء المولات وبناء المطاعم والاهتمام بالمقاهي أصبح وجه اللي دي يحاولون يروجوا للناس أنه إحنا دنبني، وهذا العمران وهذه النهضة العمرانية اللي تشهدها بغداد والمحافظات العراقية. هل يمكن قياس نهضة بلد عمراني أو نهضة عمرانية لبلد ببناء مولات مراكز تجارية وبناء مطاعم؟ هي مو يعني هذا يعكسون الوجه مال البلد بهذا الشكل. نعم. وإنما يردون أن يوهموا الناس بهذا الشكل، بأن التطور والتقدم بهذا الشكل. يحسون عن البيئة وهم سارقين، لم خلين شو اسمه حديقة عامة، ولم خلين ساحة عامة بدل ما يشجروها وتلطف الجو، منظر حلو، مكان منفتح. ومكان للاستجمام والراحة للعوائل. هم صادروها وشلعوا الأشجار وبنوا بها مولات. يعني ناس همج رعاع. أنا شبههم بالضبط مثل المغول لما احتلوا العراق. نعم. وحولوا مبانية وحضارته وكتاباته إلى دماء في دجلة وغيرها. طبعا تقارير كثيرة تؤكد بأنه هاي المجمعات التجارية وهذه المطاعم هي واجهات لغسيل أموال فاسدين ومسؤولين بالدولة وأحزاب في سبيل عملية يعني غسل أموالهم اللي باقوها من المال العام ومن الصفقات الفاسدة ومن المخدرات وغيرها عن طريق هذه المراكز التجارية وهذه المطاعم والمقاهي. يعني مو محبة بالعراقيين. معلومة الهاي. نعم. أضيف لك معلومة الهاي. هي كلها مسجلة بأسماء وهمية. نعم. وهاي الأبنية اللي بنوها على هاي شو اسمه الأراضي هي مو من أموالهم ولا من الخارج، هي من الأموال المرصودة لبغداد والمحافظات لإعمارها. نعم. يعني خليفتهم الجمهور الصحيح. صحيح. أنا أشكرك. أنه هاي الأموال شكرا سيد أبو زينب من النجف، وصلت الفكرة، أشكر حضرتك.
أحد الأخوة اللي علقوا على الصحفي اللي نشر وتحدث عن سؤال لصديقه بشأن بغداد، وصديقه اللي أجاب وقال الحياة وردية في بغداد. أحد المعلقين يقول عماد القاصد: أكيد بعد مصدوم من الدور اللي يمثله باعتباره كان ممثل، يقول معقولة ما دخل حمامات مطار بغداد الدولي واشتم الريحة قبل يسافر؟ هذا الشخص اللي زار بغداد زارها شلون؟ برا لو جوا؟ جوا، لأنه قادم من أمريكا. طيب لما دخل إلى العراق، لما دخل إلى العراق، وحتى لو برا هي ما كفرق أصلا بالحدود، إذا دخل إلى العراق عن طريق المطار ذهب أجلكم الله إلى دورات المياه، اشتم الريحة، دخل إلى مكان العبادة اللي تحول إلى مكب للنفايات، وأنا شفتها بعيني، شوف عين داخل مطار بغداد الدولي، كيف المكان المخصص للصلاة فيه أكياس النفايات مكومة. شاف محمد الشاع السوداني لما دخل إلى المطار ووبخ هذا الشخص اللي كان مستلم إدارة المطار بسبب شكاوى الناس، صلح الوضع؟ هل غير وطور مطار بغداد الدولي وخلصه من سيطرة الأحزاب المتنفذة اللي جزأته وقسمته، وكل من صار عنده حصة في هذا المطار وفي شركة الخطوط الجوية العراقية؟ عندنا أبو علي من الديوانية، تفضل يا أبو علي، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيب الفاشي شو يقول؟ الفاشي يقول أنا ناجح، يقول أنا سويتها دبي. يا حبيب هو يضرب الشعب العراقي، يضرب بالعراق، جايين للديوانية، جايين للسماوية، جايين للمناطق العشوائية متعايشين بيها، يعرفون البشرية شلون عايشة هاي. نعم وياك يا أبو علي. يعرفون البشرية شلون عايشة هاي، يعني فشلهم يطلعونهم يسوون لهم مؤامرات لهم ويقولون عندنا احنا نهضة عمرانية، أوراق الكهرباء ما تجي عشوائية 3 ملايين و4 ملايين، اكو ميزانية حاطين، وين التطور اللي وصلتوا به؟ انت ما انا اقول لك نجحتوا بالفساد، الدولة نجحت بالفساد، المحافظين نجحوا بالفساد، صحيح؟ والله ماكو دولة غلطتهم بالفساد، هم يضحكون على الشعب العراقي بكذب واحد يلحقهم بالعالم. بنوا مترو ابو علي، هم صار لهم سنين يتكلمون بمشروع مترو بغداد، ويجي رئيس حكومة ويروح رئيس حكومة والمشروع حبر على ورق ومجرد كلام بالهوى وما شاف النور. هذا المشروع اللي هو المشروع الخدمي، المشروع الحقيقي، المشروع المؤثر ويخفف من الضغط الموجود في بغداد، ليش ما ينفذوه؟ ليش احنا دا نسمع ونشوف افتتح المطعم الفلاني، افتتح المقهى الفلاني، راح يبنون المول الفلاني في المكان الفلاني، المنطقة الترفيهية الفلانية اللي هي عبارة أيضا عن مطاعم ومولات، لكن مدى نشوفهم بلطوا شوارع وفق المعايير والمواصفات الرسمية؟ ما شفناهم بنوا مستشفى على مستوى عالمي، ما شفناهم بنوا مدارس اللي يحتاجها العراق اليوم، مدى نشوفهم دا يغيرون ويطورون من هذا البلد من الصفر، من البنية التحتية اللي تحت الأرض، تطوير قطاع الكهرباء، الانترنت، الماء، الخدمات وغيرها. يعني 20 سنة 20 سنة دا تضحكون على العالم وتريدون تصدرون للناس انه بغداد متطورة ونظيفة ومتقدمة والناس بيها عايشين مرتاحين، هذا الكلام صحيح؟ ألو صحيح حبيبي، كذاب بكل صحيح، الفول بي صحيح كذب. لأن حتى مستشفى أنا مغمض طلعت لها الساعة بالوحدة بالليل، والله روح شوف لك مضمد وروح لي مستشفى طابق، روح شوف لك مضمد، لا حبات وجع راس، التبليط عندنا ماكو، تبليط عندنا ماكو، اسم حكومة بس نفس انت مدير الناحية، حتى هو مقاول، هو مدير ناحية، هو محافظ، هو سيرطان، هذا هي حكومتكم. شنو حكومتكم؟ حكومتكم لا الله جاية، لا والله لا جاية، ولا تحرفون الله ولا تحرفون البشر. نعم الله وكيلك، احنا الجنوب حفاي ولد حفاي، يحكي انت يا بالصفحة ما خاف، خلي اللي يسوي يحكي خلي يحكي، هذا على ارض الواقع موجود عندنا. طيب شكرا ابو علي من الديوانية، اشكر حضرتك للمشاركة. خلونا نقرا شوية تعليقات
على المنشور الصحفي اللي نشر في موقع اكس، تحدث فيه عن سؤاله وحديثه مع احد اصدقائه، ساله بعد ما زار بغداد، قال له شلون الحال في بغداد، شنو وضع بغداد، شنو الحياه في بغداد. الشخص صديق الصحفي قاعد يمدح ويوصف جمال وابداع بغداد والتطور العمراني والنهضه الاقتصاديه والحياه الامنه والرخاء المعيشي ومستوى الاقتصادي الجيد يعني رخص الاسعار وغيرها من هاي التفاصيل اللي يعني ممكن اذا احد يسمعها يقول هذا دا يتكلم عن مثلا نيويورك على سبيل المثال، او دا يتكلم عن دبي على سبيل المثال، او اسطنبول مثلا، او دا يتكلم مثلا عن القاهره على سبيل المثال. هاي القاهره اللي بها ايضا مساوئ وسلبيات، لكن هي تبقى افضل من بغداد بجوانب كثيره. لكن خلونا نقرأ التعليقات اللي وردت من العراقيين بعد ما قرأوا هذا المنشور واستفزهم بالطبع. أحد المعلقين يقول، مهند يقول والله إذا رحت وانخطفت عود خلي هذا صاحبك يفيدك. أحد الأشخاص يقول ربما لأنك سألت عن حال بغداد وليس عن حال أهالي بغداد. يمكن لو سأل عن حال أهالي بغداد كان شرح له الحالة التعيسة للناس اللي عاشتها. إيمان تقول جبناها على الكذب، أصلا أحلى من دبي بطريقة تهكمية تحكي. طيب يوسف هنا علق بتعليق جميل جدا، خاصة بالجزئية اللي تتعلق بذكر هذا الشخص أنه الإيجار في منطقة الكرادة لشقة ب$400. شو يقول يوسف؟ يقول أني راح أعقب على تفصيلة واحدة فقط، الإيجار $400 يعادل $600,000 عراقي، حاط بين قوسين، طبعا ماكو هيك السعر بالكرادة إلا إذا كانت تعبانة، يقصد الشقة. زين احسب $100، احسب 100 مولدة 100,000، احسب 100 مولدة و50 انترنت، هذا الشيء ثابت شهريا، تدفع $750,000. هل تعلم أن معدل رواتب الموظفين من 600 إلى 800 ألف دينار شهريا؟ كان سألت ايش قد نسبة الفقر والبطالة؟ هذا السؤال، كم نسبة الفقر والبطالة في العراق وكم نسبة الفقر والبطالة في بغداد؟ نسبة الفقر بحسب أرقام البنك الدولي والأمم المتحدة في العراق أكثر من 40% مشاهدينا الكرام، يعني احنا داخلين أو نصف الشعب العراقي تحت خط الفقر. إذا كانت الحكومة تتكلم عن 42 مليون مواطن عراقي في الداخل، فمعناها احنا ايش قد عندنا؟ عندنا 21 مليون عراقي تحت خط الفقر. بغداد بها 9 مليون نسمة، 9 مليون نسمة موجودين في بغداد. المستوى المعيشي في العراق متدني للغاية، الوضع الاقتصادي سيء للغاية، الغلاء يفاقم من معاناة الناس، الرواتب متدنية ولا تكفي للمعيشة ومتطلباتها في هذا البلد. راح نجيكم على جزئية أخرى. أحد المعلقين بيب يقول أستاذ بشار أنا وعائلتي نعيش في بغداد، عن الصورة اللي نقلها إليك صديقك الممثل ربما كان في سنغافورة أو في ماليزيا واختلطت عليه الأمور، وما أريد أنعته بصفات أخرى احتراما. بغداد الحقيقية هي استيلاء على الأراضي والأملاك بالقوة، سيارات مظللة وبدون أرقام تسرح وتمرح وترعب وتهدد وتعتدي. هذا ابن البلد اللي عايش في هذه المحافظة في هذه العاصمة، ويقولون مثل ما هو معروف أهل مكة أدرى بشعابها، هو عايش وضايق المر. هذا الكلام الإعلامي ومحاولة التجميل والترويج ومحاولة اخفاء الحقيقه، ونشوفهم بالسوشيال ميديا يطلعون بعض المشاهير ان كانوا عرب وان كانوا حتى في داخل العراق، يجون زيارات الى هذا البلد والى هاي العاصمه ايام معدوده سويعات، يصورون في هواتفهم. الكرم العراقي موجود متجذر في نفوس الناس، يكرمون الضيف فيصورون يقول لك بغداد بخير، العراق بخير. هو ما يدري انه اذا عاش في هذا البلد واحتك بالعالم وبدات متطلبات الحياة تفرض عليه، وأي خطأ يرتكب قد يجبره إلى أن يدخل في قضية عشائرية إلها أول ما لها تالي، ما يعرف أنه هذا الجانب المظلم من الحياة في العراق. ويانا اتصال السيد علي من بغداد، تفضل. السلام عليكم، شلونك عزيزي؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله علي.
الله يخليك انا لاخوتك ان شاء الله، وان شاء الله الله يحفظكم بحق محمد وال محمد. الله يسلمك، حياك الله يا علي. الله يخليك، انا من اخوتك من الساده فواضل حسيني الاصل. انا جاي اراجع بنفوس مدينه الصدر. نعم. والنفوس كان بس باقي الثلاثات. نعم. اللي ببغداد. اي. سامع بنفوس مال الثلاثات، اسواق الثلاثات. طيب. وبعدين نقلوه بالاخير بالاولى ورد. نعم. والله يعني حتى الفروخ انداه الاطفال. بس على كيف سيد حيدر، سيد حيدر بس دقيقة بلا زحمة عليك، أرجو تعلي صوتك شوية وتكلم شوية بهدوء لأن الصوت ده يقطع. أريد أفهم منك شنو المشكلة في هذه الدائرة، في دائرة النفوس؟ والله ماكو يعني شغل لك الازدحام الدائرة، يعني ماكو يعني ما جاي احترام المواطنين. نعم. يقولون عن بغداد انه بغداد بخير يا سيد علي، بغداد بخير برايك انت؟ لا والله يا عم لا والله بغداد مو بخير. ليش؟ من سبب ماكو رقابه، ماكو رقابه. نعم. يعني انت اليوم في هاي هسه شوف المراجع، هسه احنا جاي نراجع بالفلوس. اي عندنا يعني نقول على البطاقه الموحده. نعم. قبل 6 أشهر انا عندي وليدي ضاع جنسيته وجهته وبدل ضايع. نعم. وكان اكو شغال الاسم البارحة لقيته يعني مسمينه رايد. نعم. الجنسيه القديمه زيد، زيد. طيب. البارحة صدفه يعني وصلنا للتصوير. قال لي قبل 6 أشهر قال لي اسمه زيد. طيب. رايد. طيب. وظليت اراجع بالمستشفيات وعلى صحة الصدور. نعم. البارحة صدفة قلت له شو اسمه، بعد ما طلعت الجنسية انا عرفتها. اي. جاي طلعت زوجتي. نعم. قال اسماء اولادك زيد وقدير ورحمن. نعم. قلت له كان غير كذا مسمينه رايد. نعم. مع الاستاذ؟ هذا حال مؤسسة وحدة من المؤسسات الكثيره الموجوده في العراق المعنيه بحياه شوف الناس شقيت معاملاتها بالنفوس. نعم نعم والله. نعم. والله انا بس ما قدرنا يعني ما قدرنا نصور وننشره. نعم. صادق صادق يا ابو علي. من كثر الناس اللي انهارت. نعم. الناس المواطن العراقي الهيبه العراقي اللي بكانته اللي تقديره. نعم. وماكم ما جاي يمشون معاملات المواطنين يعني كل ساعة ساعتين 3 ساعات الله يمشي له معاملة. نعم. الرشاوي شلونها يا علي؟ الناس الرشاوي شلونها بالمؤسسات؟ ما أقدر ما أشوف الرشاوي، ما أقدر يعني ما شفت شيء. نعم. طيب سامع إنه أكو رشاوي؟ تعرف إنه المعاملات أحيانا ما تمشي إذا ما تدفع؟ والله صحيح. نعم. البارحة أنا عدي على تصحيح اسم راح شفت محامي. نعم. محكمة بغداد جديدة قلت له بس تصحيح الاسم. نعم. يكتبونه من متزوج على عقد الزواج أرمل. يجي اللي يريد 1.5 مليون. منو هذا اللي يريد 1.5 مليون؟ المحامي. نعم. 1.5 مليون يريد. تمام. أنا أشكرك سيد علي من بغداد، شكرا جزيلا لحضرتك للمشاركة وفتحك لموضوع وذكرك لجانب مهم يتعلق بحياة الناس وتماس مباشر مع المواطنين اللي هي دوائر الدولة، المؤسسات الحكومية، الناس اللي دائما بحاجة إلى إجراء معاملة ورقية أو قضية معينة تتعلق بحياتهم الشخصية بعمل بغيره. وشفتوا المأساة اللي عاشها هذا الرجل على خطأ بسيط من موظف مهمل. تمام؟ لو أكو آلية محترمة متبعة في هذه الدولة، متبعة في مؤسسات الدولة، لما تعذب هذا المواطن وهذا الأخذ والعطاء وهذا الركض لأشهر على خطأ ونقطة، نقطة نقطة موجودة على حرف الراء. هاي مأساة. أنتم تدرون مشاهدينا والعراقيين أكيد يأكدون هذا الكلام اللي يراجعون دوائر الدولة، خطأ واحد وقد يكون خطأ تافه يجبرك أنه تعيد المعاملة كلها من البداية، وهذا الموضوع قد يأخذ له أسابيع أشهر أيام الله أعلم.
ابو احمد من الديوانيه. ابو احمد تفضل، حياك الله. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شلون استاذ بشار؟ يعطيك العافيه. حياك الله ابو احمد. محمد وياك. الله ابو محمد، الله يخليك ان شاء الله، ربي يحفظك. الله يسلمك يا ابو احمد، حياك الله. رحم الله بك. استاذ العزيز، انا عندي مناشده شويه ولا زحمه. نعم تفضل. عندنا هذا الشارع اللي في المحافظه الديوانيه قضاء شنافيه. نعم. وطبعا ناشدنا المحافظ وناشدنا مجلس المحافظ، ما حد يدار بال ابد، وهذا يسمونه شارع الموت، هو طريق دولي وقريب على مصف الديوانيه. نعم. الله يشهد، هذا يسمونه طريق الموت. نعم. يعني ثلاث ايام اربع ايام حادث. ليش المسؤولين مدى يعالجون هذه المشكله الخطيره؟ وعلى فكره مو بس عندكم، اكو شوارع دوليه اخرى ايضا تسمى طرق موت. صحيح. ليش مدى يعالجون المسؤولين؟ ما خلينا والله يا استاذ ماني والله. نعم. يعني انت هسه من دا تروح للمسؤول يا ابو احمد دا تشكي له همك. نعم. دا تقول له، دا تناشده، دا تقول له تعال تعال صلح هاي المشكله، الارواح دا تروح، ارواح دا تزهق بسبب بسبب هذا الشارع، شو يردون عليكم؟ شو يقولوا لكم؟ الله يشهد شهاده، قلت لك ما خلينا حتى للمحافظ مشينا وخذنا شيوخنا وما سوينا اي حل، وهذا يسمونه طريق احنا سميناه طريق الموت. نعم. يعني شو كنت رحتوا للمحافظه ابو احمد؟ والله قبل فتره، قبل حوالي شهرين. طيب ايش قال لكم المحافظ من رحتوا له؟ والله سوينا طلب للمحافظ وطلعوا كشف علي ولحد هاي شفتوا المحافظ؟ التقيتوا به وجها لوجه؟ والله مش الشيوخ والله. يعني واحنا واقفين برا بس الشيوخ طبوا جوا وسولفوا وياه. وش قالوا لكم؟ شنو رد المحافظ كان يا ابو احمد؟ شنو رد المحافظ؟ والله قال الشارع المهم اثنين الموازنه ولحد هذا الكلام بيشتكي لله. طيب. سبحانه وتعالى. شكرا جزيلا ابو احمد، والله يكون بالعون، الله يصبركم على ما ابتلاكم. ابو عبد الله من صلاح الدين تفضل. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ العزيز، انت من تقولك ومحافظك وقيم مقامك هاي كلها يعني حيجي صحيح، هو عنده شهاده. حنجي وياهم، ماكو عنده شهاده. اي. بس ما عنده كفاءه يدير دائره الدوله ويدير محافظه ويدير قائمة مقاميه. يعني هو من تجي تقيس الشهاده مالته، الشهاده ما يخالف. انت شايف دكتور يجيبوه راسه يخلوه محافظ؟ وين صاير هاي؟ ارجع قبل 2003. المحافظ قبل ما يصير محافظ يشتغل مدير ناحيه ويشتغل بعدين قيم مقام، او يشتغل اول نوبات اقل من قيم مقام، يعني محاول قيم مقام يصير، وبعدين من قائم مقام يشتغل معاون محافظ، بعدين يصير محافظ لو ما يصير محافظ. ما طيب انا بس اريد اقاطعك ابو عبد الله، ابو عبد الله اذا تسمح لي، اريد اقاطعك بجزئيه، لان احنا اليوم الموضوع مو عن المحافظين، نعم هو مرتبط ربما بشيء بسيط، لكن الموضوع الاهم هو حال بغداد، حال العاصمه العراقيه بغداد بعد مرور 20 سنه من حكم هاي الاحزاب. انت في صلاح الدين قطعا زرت بغداد مؤخرا، اكيد يعني قبل اسبوع، يوم، يومين، شهر، المهم زرتها. هل بغداد مثل ما يوصفوها البعض ويقولون عليها صارت تشبه دبي؟ عندنا مولات وعندنا مشاريع وعندنا امان والحياه ورديه والناس عايشه مرتاحه، الناس مرتاحه في بغداد، هذا الكلام صحيح؟ الكلام صحيح، مرتاح لأهل المولات المن تابعه هو مرتاح. هو مرتاح، ومن تجي تقيس يعني تجيبني انا هسه انت عم تسالني هذا السؤال. نعم. لا يا حبيبي، قبل الاحتلال انا اشوف بغداد احلى. بغداد احلى، امان وامن ومن كلها. واكو يعني احنا ما نريد نمدح، خاف نرجع نقول لك هذا عيب مدح. كانت اكو نظام مرور، اكو نظام دوله، نظام قانون. من تجي تراجع دائره اكو من يتلقاك يعني باسلوب طيب حلو، حتى اذا ما يجيك المعامله وتاخر. هسه من تجي على اخونا هسه قبل شوي يقول عن النفوس. من تجي هسه قبل كل شيء ما يطالبك باوراق ثبوتيه لك. شقد فلوسك؟ طيب انا اريد اسال جزئيه ذكرتها تتعلق بالامان، لان مفهوم الامان
يبدو مغلوط عند الناس او عند البعض انه انا اذا امشي بالثنتين بالليل والحمد لله نجوت بنفسي وما حد تعرض لي، مو معناها انا عايش في امان. السؤال هو اذا دخل اليوم المواطن العراقي اللي عايش في بغداد في زمن حكم العشيره وفي زمن حكم الميليشيات والاحزاب وفي زمن القضاء المسيس الفاسد، السؤال اذا اليوم مش المواطن في الشارع حضرتك اني او غيرك ارتكبت خطا معين ويا احد ينتمي الى عشيره قويه، ينتمي الى عشيره مسلحه، راح تامن على نفسك من الفصل العشائري؟ راح تنجو بنفسك من انه انت تصير عليك قوامه وتدفع فصل؟ لا ما ينجي. نعم. وانا العد احتياج انا هسه ماكو انا رجال مزارع انا من اطلع الشغلي انا مسدسي ما بيبقى من حزامي واني مدني انا الاحتياج علني واحتياج قدام الدنيا كلها لاحين انا ما بيبقى من حزامي ما تستعمل تلقاك بطريق شنو ويتلقاك جوا شنو يعني ما في حد يحميك اخاف حد يقول لك حد يحميك طيب شكرا جزيلا ابو عبد الله من صلاح الدين، انا اشكر حضرتك شكرا جزيلا للمشاركه. الامان مفقود مهما حاول البعض تجميل الصوره ومهما حاول البعض ايهام الاخرين بان هناك امن وامان في العراق. والدليل على هذا الكلام انه اليوم اللي موجود في الشارع شرطي مرور او ان كان ضابط موجود في نقطه تفتيش او ان كانت سياره حكوميه تابعه للدوله بإمكانها وبكل بساطة أن تستهتر بأرواح الناس وتستخدم السلاح الحي لإرعاب الناس لتهديدهم. ممكن يصير أكو اعتداء على المواطنين بالضرب، ممكن يصير أكو اعتقال للمواطنين من دون وجه حق وإدخال هذا المواطن إلى السجن أيام وأسابيع وأشهر وما حد يعرف وين، ما حد يندل وين. ممكن الميليشيات اللي موجودة في العراق اللي يوميا مسوية مشكلة للدولة ويوميا مسوية إرهاب للناس بسبب الأجندة الدولية اللي تحركها، اللي اطلاق صواريخ على المنطقة الخضراء، اطلاق رصاص حي في الشوارع، استعراضات، تهديد للعالم، هذا مو مظهر من مظاهر الامن والامان. زعماء الميليشيات الموجودين في العراق وامثلة كثيرة على هذا الموضوع اللي لهم مراكز في بغداد وغيرها وعندهم عصابات جوا ايدهم من اتباعهم، كلهم مسلحين، هذا مو مقياس من مقاييس الامان. العراق مصنف واحد من اكثر دول العالم امتلاك شعب للسلاح، يعني شعب مسلح، واحد من أكثر دول العالم تسليحا كشعب، هذا مو مقياس من مقاييس الأمان، خاصة وأنه هذا السلاح هو سلاح غير مرخص ولا يستخدم بطرق قانونية ولا يستخدم بمواقف معينة مصرح له أن يستخدمها، بل بالعكس الموضوع عندنا فوضوي، الموضوع عندنا عشوائي. ياما راح الضحايا أبرياء مدنيين بسبب النزاعات العشائرية أو إطلاق الرصاص العشوائي، هذا إذن مو معيار من معايير الأمان. وخلنا نجي سريعا فيما تبقى من وقت لنكمل التعليقات للرد على كل من يروج أن العراق بخير وبغداد آمنة، وإذا أكلنا اليوم معناها عندنا إنتاج، وإذا نمنا اليوم بدون مشاكل معناها إحنا عايشين في أمان، وإذا بنونا مول معناها إحنا دننمو ونتطور، هذا مو مقياس. شو يقولون المعلقين؟ عندنا العلوية أم زينب بتقول بغداد ليس بها مكان للوطن الشريف. نعم يوجد للذيول والعملاء والفاسدين والنواب والمسؤولين، ليس لهم أي ارتباط مع الناس، الأمان موجود للذولة ولهم مكان للذولة لأنهم ما يرتبطون ويا الناس، يعيشون من أموال الشعب بامتيازات وقصور عاجية، العدالة مفقودة، صحيح هناك مطاعم وفنادق راقية، هذه لأولاد وعوائل المسؤولين وصاحباتهم فقط. سنان يقول ممكن صديقك الممثل يقول لنا على المشاريع اللي يومية يفتتحها السوداني غير جسر المشاة المنجز 90% منه في زمن الكاظمي؟ السوداني صار لسنة أكثر من سنة بالحكم، وعلى كلام صديقك معناها افتتح أكثر من 360 مشروع. إذا كل يوم واحد، اسمح لي أقول لك صديقك يمثل عليك، مع احترامي. طبعا عندنا تعليق من سندباد يقول كل واحد يشوف الأمور بمنظورة، صديقك ما عايش هنا ولا تعرض لمواقف،
جزء كبير صحيح من كلامه وجزء أكبر غلط وتطبيل. أنا مغترب رايح جاي، طبعا الصورة مختلفة تماما إذا فارق العراق سنين، بس أبد مو وردية، أبد الصورة مو وردية، إنما الشعب يحب الحياة ومتعايش ويا الوضع ومسوي حياة. كل البناء اللي دا يروج له عبارة عن مولات مال فاسدين. هذا كلام سندباد. إحدى المعلقات تقول نوعا ما الكلام صحيح وأكو مغالطات، مثل كل يوم يفتتح مشروع، هذه الجملة اللي ذكرها هذا الشخص. تقول هذه المعلقة بلد بعمر العراق وإمكانياته عيب يقال عن افتتاح مستوصف، مدرسة، مؤسسة خدمية أنه هذا إنجاز أو مشروع، واجب وجودها من سنين وتعتبر من الأساسيات. ما ذكره قليل جدا ولا يعتبر شيء يذكر قياسا بإمكانيات العراق وقدراته. تخيل كل هالنعم، النعم بوجود فساد لا يقاس ولا يوصف. هذا جزء بسيط مشاهدين الكرام من تعليقات الناس. يا مكثر التعليقات على هذا الكلام، ويا مكثر اللي يردون دائما على من يحاولون إظهار صورة مغايرة للحقيقة الموجودة في العراق، ألا وهي أن العراق بخير، بغداد نظيفة، بغداد أمينة، الناس عندها فلوس وعايشة حياة مرفهة. هذا الكلام بعيد كل البعد عن الواقع، لكن بتستغله الأحزاب وتستغله الميليشيات وأذرعهم الإعلامية وأدواتهم في سبيل نشرة على مستوى أوسع، إن كان محلي أو إن كان عربي أو دولي، في سبيل إيهام العالم أن التجربة الأمريكية وتجربة إيران والحكم 20 سنة لهذه الأحزاب هي تجربة ناجحة، ولذلك يستغلون هذه الفرص في سبيل إيهام الناس أنه إحنا بخير والأمور بخير. وبهذا أصل معكم مشاهدينا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع. شكرا لكم لطيب المتابعة وإلى اللقاء.